طيب خلينا نروح عكبات اللي محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب ولقاء مع الكابتن طارق الغنام مدير اداري الفريق الاول لكره السله رجال. اتفضل يا محمد. من جديد كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، وينضم لنا للكلام والحديث اكثر في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه قمه دوري سوبر السله رجال بين الاهلي والاتحاد، كابتن طارق غنام المدير الاداري لفريق النادي الاهلي. كابتن طارق، يمكن كنا بنشيد بحضرتك لسه من لحظات على الهواء، والاستقبال اكثر من رائع والاجواء الوديه ما بينكم وبين فريق الاتحاد، يعني كلمنا بشكل اكثر النهارده على الاجواء والغيابات والترتيبات بشكل كامل للمباراه. اولا بقول مساء الخير كابتن هيثم وضيوفه، مساء الخير عليكم ودعواتكم، ربنا يكرم ان شاء الله. الاجواء لا، احنا دايما يعني احنا والاتحاد السكندري يعلم الله يعني الاحترام والحب المتبادل بين اللعيبه وبعض، وبين مش عايز اقول لك كمان جزء كبير من جماهير الاهلي والاتحاد العلاقه كويسه الحمد لله. عندنا شويه تجديدات بس امنيه، كان في ماتش اهلي وجيش طايره برضو كان في تجديدات، فدايما في قصه في الموضوع ده، بس ان شاء الله الموضوع سهل مفيهوش مشاكل. بالنسبه لينا احنا برضو اللي هطلع اقوله مش هطلع اتكلم، ان شاء الله ماتش رجاله وقدها ومش هتكلم على الغيابات. انا يمكن من اول السنه لغايه دلوقتي ما مرنتش 5 تمارين مع بعض الفرقه كلها، مش عايزه دي برضو مشكلتي ودي مشكلتنا احنا مش مشكله حد، بس انا بحب بس الناس تبقى عندها فكره وعارفه. يمكن الدنيا مش متظبطه الفتره اللي فاتت، مش عايز الناس تبقى زعلانه، عايزها تفضل ورانا، وان شاء الله باذن الله رب العالمين ربنا يقدر الناس دي واللعيبه دي بقياده كابتن اشرف توفيق اللي هو واحد من اللي عملوا الباسكت في النادي الاهلي مع مدربين غيره، بس دي حقيقه ودي حاجه لازم نسلم بيها، ومحدش يشك ان مفيش تمرين وان مفيش خطط وان مفيش الكلام ده ما بيحصلش، بالعكس يمكن معروف عن المدير الفني بتاعنا طول عمره ان هو في الحتت دي بالذات ما عندوش فيها اي مشاكل خالص، ودعم المدير النشاط الرياضي معانا صراحه على طول، ودعم المجلس كله كلهم بيكلموني وشدوا حيلكم احنا وراكم وفي ظهركم، وانا صراحه بشكرهم جدا، وبوعد الجماهير باذن الله ان حتى في اوحش الظروف لا قدر الله يعني احنا كده كده ده كله ترتيب، لازم نبقى فاهمين ان الترتيب يعني بتترتبوا. يمكن السؤال الثاني كابتن، يعني كان لغط كبير جدا على يعني زي ما بنقول افه العصر دلوقتي السوشيال ميديا وبعض الناس اللي مش فاهمه نظام البطوله ان ده دور ترتيبي، ففي ناس كتيره بتتكلم عن ترتيب من دلوقتي ومنافسه، فيعني حضرتك برضو تفهم الناس بشكل اكبر ومشاهدينا الدنيا ماشيه ازاي في هذا الدور. لا هو كل الماتشات دي ترتيب، يعني انت اللي بيكسب بياخد 2 بونت واللي بيخسر بياخد بونت، فكده كده انت ترتب من اول للثامن، وبعدين الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع، وبعدين يطلعوا الاول يلعب الرابع، فكده كده كل ده ترتيب. يمكن بس اللي فيها يبقى مشكله، مش هقول لك ان هي حاجه عاديه، لا هو بس المشكله انت ممكن تقابل فرقه في السيمي فاينل بدل ما تقابلها في الفاينل لو ربنا كريم واراد، هي دي بس بتبقى المشكله، ان ماتشاتك ممكن التقيله تيجي بدري، لكن الترتيب عادي ما حصلت. يعني انت لو تابعت السنه اللي فاتت واللي قبلها تلاقي ان ممكن يبقى فرقه اللي خدت الدوري كانت رابع مثلا، فبطمنهم وان شاء الله باذن الله رب العالمين، باذن الله رب العالمين الدنيا هتتحسن كتير باذن الله. شكرا كابتن، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك. شكرا.